الاتحاد في الصدارة ب 61 نقطة متقدما بثلاث نقاط على الهلال الثاني، النصر ثالثا ب 55 نقطة متقدما بنقطتين على الشباب، ضمك خامسا ب 43، الفيحاء وأبها ب 34 لكل منهما، فالفتح ثامنا ب 32 نقطة، الأهلي تاسعا ب 31 متعادلا بالنقاط مع الطائي الاتفاق، ثم الفيصلي ب 30 نقطة الرائد في المركز الثالث عشر، ثم التعاون والباطن ب 29 نقطة والحزم في المركز الأخير ب 17 نقطة. طبعا انتهت منافسة دوري يلو للدرجة الأولى بصعود ثلاثة أندية رسمية إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. الخليج تأهل بطلا بعد تعادله ونجران سلبا، فيما تأهل العدالة وصيفا بعد تعادله وجد سلبا، وأما الوحدة ففاز بثلاثية على الدرعية وخطف البطاقة الثالثة من هجر الذي خسر أمام الشعلة بهدف لا شيء.